وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه. يصوم، وما أشق الصوم في الحر الشديد للكثير من الناس ممن لا يمتلك الوسائل، لا يؤجر عليه. لما؟ لأنه فرط في الصلاة وتهاون بها، يزكي، يخمس، يكرم، ويعتني بالأيتام والأرامل والمساكين، ويفعل ما يفعل، يبني الحسينيات والمكتبات والمساجد وغير ذلك، لكنه يتهاون في صلاته، لا يؤجر عليه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية أخرى يوضح، يعني بضمها إلى هذه تتضح أكثر، يقول الإمام الصادق عليه السلام ويقسم، يقول: والله ليأتين على أحدكم 50 عاماً وما قبلت منه صلاة واحدة. هاي مو مأساة حقيقة، 50 سنة صلى لكن لم تقبل منه صلاة واحدة، لم تقبل، فلا أجر. شنو يتوقع من الله؟ يتكلم مع الله لكنه يشرق ويغرب، فأية قيمة لهذه الصلاة عند الله؟ نص الرواية يقول الإمام الصادق عليه السلام: والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة. مأساة 50 سنة مو شيء سهل، مو شيء قليل، الإنسان يلتزم بالفعل بالصلوات. فأي شيء أشد من هذا؟ لكن أقول هذا لمن يدرك، كثير من الناس لا يدركون أنه أي شيء أشد من هذا. الإنسان إذا ابتلي بمرض السرطان والعياذ بالله فهو شديد، لكن إذا أدرك حقا لعرف بأن تهاونه بالصلاة أشد. إذا قطعت يده، إذا ابتلي بدين شديد، إذا سجن ظلما 50 سنة، هذا أسوأ من ذاك. فأي شيء أشد من هذا؟ فأي شيء أشد من هذا؟ أن صلاة واحدة لا تقبل.